السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي المحاضرة الثانية لهندسة المطارات. هنتكلم بإذن الله عن موضوعين من الموضوعات المهمة في هندسة المطارات اللي هي الايربورت كومبوننت، الموضوع الأولاني، والموضوع الثاني اللي هو الايركرافت كاركترستكس اللي هو خصائص الطيارة. أنا كنا في المحاضرة الأولى اتكلمنا مقدمة تمهيدية عن السبع مواضيع الظاهرين عندنا في الشاشة، وقلنا ان احنا هنحاول ان احنا نشرحهم في المحاضرات القادمة. فاحنا دي المحاضرة التانية اللي احنا هنبتدي شرح هندسة المطارات. زي ما قلنا هنتكلم في موضوعين اللي هو Airport Component اللي هي مكونات المطار، وتاني موضوع اللي هو Aircraft Characteristics اللي هو خصائص الطيارة. انا فكركم في المحاضرة الاولانية قلنا الايربورت كومبوننتس اللي هو مكونات المطار اللي المسافر هيقابلها من ساعة دخول المطار إلى الخروج أو العكس. ايربورت كومبوننت إن احنا نشرح الأريا اللي هو المطار بيمر بيها من ساعة الانتقال من الأرض للجو أو العكس من الجو للأرض. ده أول موضوع هنشرحه اللي هو ايربورت كومبوننت مكونات المطار. تاني موضوع هنتكلم عليه الايركرافت كاركترستكس اللي هو خصائص الطيارة اللي انا على اساسها هعمل تصميم للمطار، تصميم هندسي زي والحاجات اللي انا هحتاجها في تصميم المطار، الشكل الهندسي للطيارة والوزن بتاعه. فدي الموضوعين اللي هنغطيهم في المحاضرة التانية. اول موضوع هنتكلم عليه الايربورت كومبوننت مكونات المطار. مكونات المطار نقدر نلخصها في الشكل ده، هنشرح كل مكون فيهم ونعرف الغرض بتاعهم. اول مكون عندنا اللي هو الرانوي. الرانوي اللي هو عندي ظاهر بالشكل ده. الرانوي زي ما قلنا في المحاضرة السابقة اللي هو الاريا او المساحة اللي انا على اساسها هيحصل اقلاع او هبوط للطيارة. يعني انا الجزء ده اللي هو الرانوي او الاريا دي اللي على اساسها هعمل منها اقلاع او هبوط للطيار. فده الجزء اللي هعمل منه تصميم للطياره من حيث حركه الهبوط والاقلاع. لما الطياره تيجي تعمل اقلاع او تيك اوف بتعمل من هنا، والهبوط بيبقى العكس. ده بالنسبة رانوي اللي هو أول مكون من مكونات المطار، وده من المكونات المهمة جدا. تاني مكون التيرمينال بيردنج اللي هو صالة الركاب. طبعا ده كلكم عارفينه اللي هو صالة الركاب اللي هو المبنى المخصص للمسافرين. يعني انت أول لما تدخل المطار بتعدي على مبنى الركاب اللي هو التيرمينال بيردنج. ده المبنى الخاص لخدمة الركاب، فهو خاص التيرمينال بيلدينج اهو اللي هو باللون الازرق ده اللي هو الخاص بخدمة الركاب. يعني انت اول لما تدخل المطار من الباركينج، اول لما تدخل المطار من الباركينج او لما تيجي تدخل من الطريق بتعدي على التيرمينال بيلدينج مبنى ركاب. مبنى ركاب بعمل فيه خدمات الركاب من حيث تشيك ان وتشيك اوت، بشيك على الباسبور والتأشيرات، وكمان لو الباجج هاندلنج اللي هو ان انا الامتعة او المستلزمات بعمل لها معالجة من خلال التيرمينال بيلدينج. ده تاني مكون التيرمينال بيلدينج مبنى الركاب اللي هو خاص بخدمة الركاب. تالت مكون اللي هو الابرون او جيت اريا اللي هي المساحة المخصصة لركن الطيارة أو عمل صيانة. الإبرون أو جيت إريا أهي دي اللي هي بعد التيرمينال بيلدينج اللي هي المساحة المخصصة لركن الطيارة أو الطيارة بتعمل فيها الصيانة، أو لو عاوز إن أنا أزود وقود بعملها في منطقة الإبرون. فهي الإبرون الإريا المساحة المخصصة لركن الطيارة وعمل صيانة ليها. وتاني حاجة أو تاني غرض أستخدمه في الإبرون إن أنا دي المنطقة اللي هو الركاب بيطلعوا بيعملوا خروج من الطيارة أو دخول لها. ف
فهي الإبرون المساحة المخصصة لدخول وخروج الركاب، يعني هي الأريا المستخدمة للودينج وأنلودينج للركاب. فالإبرون ممكن بتبقى جنب التيرمينال بيلدينج، هي المساحة المخصصة لتحميل وتفريغ الركاب. فده المكون الثالث، الإبرون أريا، اللي هي المنطقة اللي هي مخصصة لركن الطائرات وعمل صيانة لها، وكمان دي المنطقة اللي أنا على أساسها بعمل تحميل وتفريغ للركاب. رابع حاجة هنتكلم عليها منطقة الهولدنج اريا. هولدنج اريا دي مخصصة بالذات لمنطقة للتيك اوف، يعني لو الطائرة تيجي تعمل اقلاع بتعدي الاول على منطقة الهولدنج اريا. الهولدنج اريا اهي زي ما انا مشاور بالماوس، المنطقة دي الطيارة بتجهز نفسها قبل عمل اقلاع. لو انا عندي طيارتين هعملوا اقلاع، في طيارة منهم بتعمل اقلاع والطيارة التانية تستنى لحد ما الطيارة الاولانية تعمل اقلاع، فهو عندها في التعريف اللي هو holds aircraft for its take off until runway is cleared، اللي هو ان انا الطيارة بتركن فيها وتستنى وتعمل صيانة او تجهز نفسها عشان قبل ما تعمل اقلاع وتستنى لحد ما الران واي او المهبط يبقى فاضي. فالولدنج اريا اللي هي دي المنطقة المخصصة لركن الطائرة قبل حدوث اقلاع ليها، ودي المنطقة اللي بتستنى فيها الطيارة لحد ما الران واي يحصل له تفريغ. خامس مكون، التاكسي واي. التاكسي واي اهو، ده تاكسي واي وده تاكسي واي وده برضو تاكسي واي. ده بقى المنطقة الوسيطة اللي ما بين الإبرون والرانوي، دي اللي هو الوسيط ما بين الإبرون اللي هو الخاص بركن الطائرة والرانوي زي ما قلنا اللي هو خاص بهبوط وإقلاع الطيارة. ما ينفعش إن أنا الطيارة تطلع من الإبرون وتعمل إقلاع وهبوط، فالتاكسي واي هو منطقة انتقالية عشان الطيارة تطلع من الإبرون وتعمل إقلاع أو هبوط. التاكسي واي المنطقة الوسيطة ما بين الإبرون والرانوي. آخر مكون عندنا اللي هو الباركينج، اللي هو ده خارج حدود المطار. دي المنطقة المخصصة لركن العربيات الخاصة بالمسافرين، يعني المسافرين لما يجي يدخلوا المطار بيركنوا عربياتهم الخاصة في الباركينج، وأول لما يركنوا العربيات بيدخلوا على التيرمينال بيلدينج. فالباركينج أهو اللي هو الأريا الصفراء، دي المنطقة المخصصة لركن العربيات الخاصة بالمطار. فدي الست المكونات المهمة الخاصة بالمطار. طبعا على أساس المكونات دي هنقسم الأوروبورت لجزئين. الجزء الأولاني اللي هو اللي فوق ده الجزء الخاص بالركاب، بسميه اللاند سايت. اللاند سايت بيشمل الباركينج والتيرمينال بيلدينج، اماكن الركن ومبنى الركاب، ده اللي بقول عليه اللاند سايد، اللي هو جزء الارض، جزء الارض الخاص بالركاب من اول دخول المطار، اللي هو الباركنج الركن والتيرمينال بيلدينج اللي هو مبنى الركاب. والجزء الثاني اللي هو الاير سايد، اللي هو الجزء الخاص بالطيارة لما تتحرك لتستعد للهبوط او الاقلاع. فده الاير سايد اللي هو الجزء اللي خاص بحركات الطائرة، يعني اللاند ويشمل الابرون والتاكسي واي والران واي. يعني احنا المطار هيقسم لجزئين، اللاند سايد اللي هو الجزء الخاص بالركاب، الباركينج اللي هو الركن والتيرمينال بيلدينج، ده اللاند سايد. والجزء التاني الاير سايد، الجزء الخاص بحركة الطيارة اللي هو عند الابرون والتاكسي واي والران واي. يبقى المطار يقسم عندي جزئين، لاند سايد والاير سايد. احنا عندنا هنعمل في جزء المطارات هنعمل تصميم للاير سايد. الاير سايد اللي هو الجزء الخاص بحركة الطائرة، التيرمينال بيلدينج والباركينج مش هنتطرق له في تصميم المطارات، هنصمم الاير سايد فقط. يبقى دي الشق الاولاني للمحاضرة بتاعتنا اللي هو مكونات المطار. عرفنا مكونات المطار الستة المهمة والغرض الخاص بكل مكون فيهم.
يبقى ده الايربورت كومبوننت. هننتقل للجزء التاني اللي هو الاير كرافت كاركترستكس، اللي هو خصائص الطيارة اللي على أساسها هعمل تصميم للمطار. يبقى احنا الجزء التاني اير كرافت كاركترستكس، خواص الطائرة اللي هستخدمها في تصميم المطار. خواص الطائرة المهمة اللي هستخدمها في تصميم المطار ملخصة في الأربع مكونات دي. أول حاجة نوع الطيارة. نوع الطيارة حسب الجناح بتاعها، هل الجناح بتاعها متحرك ولا دائري زي الهليكوبتر. يبقى أول مكون هستخدمه في تصميم المطار aircraft type، دي الخاصية الأولانية اللي هي نوع الطيارة حسب حركة الجناح بتاعها. تاني مكون الaircraft dimension اللي هي أبعاد الطيارة اللي هستخدمها في تصميم المطار، زي الطول بتاعها، اللينس بتاعها، الويتس والهايت. يبقى دي المكونات أبعاد الطيارة اللي هستخدمها في تصميم المطار، اللينس الطول بتاعها، الويتس العرض، الهايت. تالت خاصية في الطيارة الجير دايمنشنز، اللي هي خصائص الجير أو اللي هو العجلات. خصائص العجلات برضو خاصية مهمة في التصميم الهندسي للمطار. هنعرف يعني ايه الويل بيز. الويل بيز اللي هو المسافة ما بين العجلات، والويل سبان برضو المسافة العرضية ما بين العجلات، والطار بريشر اللي هو ضغط العجل، ستيرنج انجل زاوية الدوران، وكونفيجريشن اللي هو شكل العجل. فده تالت حاجة اللي هي اللي هو جير دايمنشن اللي هي الأبعاد الخاصة بالعجل. رابع حاجة هنشرحها aircraft weight اللي هو وزن الطيران. في تلات أوزان مهمة في تصميم المطار: operating empty weight اللي هو وزن الطيارة وهو فارغ، وزن الطيارة وهو فارغ. وتاني حاجة الماكسيمم تيك اوف ويت اللي هو اختصاره ام تي او دبليو، اللي هو اقصى وزن هتتعرض له الطيارة اثناء الاقلاع. تالت مكون الماكسيمم لاندنج ويت، الوزن الخاص بهبوط الطيارة، اقصى وزن هتتعرض له الطيارة وهو تحت. فالتلات اوزان دي الخصائص اللي هستخدمها في تصميم الايركرافت ويت. يبقى احنا كده الاربع مكونات اللي هنشرحها واللي بتأثر في تصميم الهندسي المطار هي الاربع مكونات دي: aircraft type، نوع الطيارة aircraft dimension، ابعاد الطيارة gear dimension، ابعاد العجل، ووزن الطيارة. زي ما قلنا كل المكونات دي بتأثر على تصميم المطار زي ما مكتوب زير كاركترستكس افكتس ايربورت ديزاين. دي المكونات دي بتأثر على تصميم المطار. اللي احنا هنعمله دلوقتي هنشرح كل مكون من مكونات الأربعة دي، وهنشوف ازاي المكونات الأربعة دي بتأثر على تصميم المطار. أول مكون مكونات اللي عندنا الايركرافت تايب. ايركرافت تايب زي ما قلنا اللي هو نوع الطيارة حسب حركة الجناح. جناح يا إما بتاع فيكسد يعني جناح ثابت، والجناح بتاعها يا إما يبقى متحرك اللي هو روتاري وينج. روتاري وينج جناح متحرك، فيكسد يعني جناح ثابت. الجناح الثابت اللي هو الطيارة التقليدية، الطيارة اللي انت بتسافر بيها الجناح بتاعها بيكون ثابت. والجناح المتحرك اللي هي الطيارة دي اللي هي زي الطيارة الهليكوبتر دي، ده اللي هو الروتاري. ده مثال للطيارة الروتاري اللي هي الطيارة الجناح بتاعها متحرك. ازاي جناح حركة جناح الطائرة بيأثر على تصميم المطار؟ الفيكسد وينج ازاي بيأثر على تصميم المطار؟ الفيكسد وينج التيك اوف واللاندنج، هبوط واخلاء الطيارة بيتم بشكل، فالفيكسد وينج حركة الطائرة بتكون افقية، فطبعا بحتاج طول كبير للرانوي عشان اعمل منه اقلاع وهبوط الطيارة. العكس في الروتاري وينج ان الاقلاع والهبوط بيتم بشكل رأسي، فانا مش هحتاج رانوي صغير، او مش هحتاج رانوي رانوي مش هحتاج رانوي كبير. الرانوي هتبقى مساحة صغيرة لان اقلاع وهبوط الطيارة بيتم بشكل رأسي، فانا مش هحتاج مساحة كبيرة للاقلاع والهبوط. ده الفرق ما بين الفيكسد والروتاري وينج، وده اول مكون الايركرافت. طيب عرفنا ازاي بيأثر على
تصميم المطار. تاني مكون هنتعرض له اللي هو أبعاد الطيارة، الايركرافت دايمنشن، أبعاد الطيارة اللي هستخدمها في تصميم المطار، طول الطيارة، العرض بتاعها، الارتفاع، الوينج سبان اللي هو عرض الطيارة اهو، ده عرض الطيارة اللي هو المسافة ما بين أقصى الجناحين، يعني عرض جناح، عرض الجناح الخاص بالطيارة اللي هو الجناح الأكبر، هو ده الوينج سبان. طبعا الوينج سبان بيأثر على تصميم مكونات الاير سايد، الاير سايد اللي احنا قلنا اللي هو الران واي والتاكسي واي والابرون. هو الوينج سبان بيأثر على عرض الثلاث مكونات دي، التاكسي واي ويتس والران واي ويتس والابرون ويتس، وبيأثر على كليرانس اللي هي المسافات الميدانية بين الثلاث مكونات دي. فده أول مكون الوينج سبان اللي هو عرض الطيارة زي ما قلنا، اللي هو المسافة ما بين اللي هو عرض الجناح الأكبر اللي هو ظاهر في الصورة عندي دي، اللي هي المسافة ما بين طرفي جناح الطيارة الوينج سبان. تاني حاجة اللينس، طول الطيارة، طول الطيارة أهو زي ما واضح في الصورة، اللي هو المسافة، المسافة بين ظهر الطيارة لمقدمتها، فاللينس اللي هو المسافة أو البعد ما بين مؤخرة الطيارة ومقدمتها. طبعا بيأثر في تصميم المطار من حيث كليرانس اللي هي المسافات البيانية، وبيأثر على مكان بوابات الطائرات وعلى الحجم بتاعها. يبقى طول الطيارة بيأثر لي في الكليرانس ومكان البوابة وحجم البوابة. ده اللينس بتاع الطائرة اللي هو المسافة بين مقدمة الطائرة ومؤخرتها. تالت بعد في الطائرة الهايت، ارتفاع الطائرة، ارتفاع الطائرة المسافة بين طرف مؤخرة الطيارة لحد العجل، يعني المسافة بين أعلى نقطة في الطيارة لأسفل نقطة فيها. ازاي الهايت بيأثر في تصميم المطار؟ بيأثر على اتش سي فيزابيلتي اللي هو بيأثر على مجال الرؤية للطيارة، وكمان بيأثر في السايد ديستانس زي ما في الطرق. موضوع السايد ديستانس، مسافة الرؤية، بيعتمد على ارتفاع الطيارة، فبيأثر في تصميم المطار من حيث الرؤية والسايت ديستانس. فده الجزء المكون التاني في خصائص الطيارة، أبعاد الطيارة اللي هو الطول بتاعها، الطول بتاعها اللي هو ده، والويتس اللي هو الوينج سبان اللي هو ده، والارتفاع بتاعها اللي هو ده. دي التلات مكونات اللي هي الخاصة بأبعاد الطيارة، وعرفنا ازاي بتأثر على تصميم المطار ازاي. تالت حاجة هنتكلم عليها اللي هي أبعاد العجل اللي هي الجير دايمنشن. الجير دايمنشن هنتكلم عن مكونين أساسيين اللي هي الويل بيز والويل سبان. الويل بيز اللي هو المسافة ما بين العجلة الأمامية والعجلة الخلفية، أو ده الويل بيز اللي هو المسافة ما بين العجلة الأمامية، العجلة الأمامية بسميها الفرونت جير، والعجلة الخلفية اللي بسميها التيل جير. فالويل بيز سواء في الطيارة الفيكسد وينج اللي هي دي، أو في الروتاري، بتبقى المسافة بين العجلة الأمامية والعجلة الخلفية، وطبعا بتأثر على مساحات الإير سايد. ما ده الويل بيز اللي هو المسافة بين العجلة الأمامية والخلفية. تاني مكون اللي هو الويل سبان، أو بسميها الويل تريد أو بسميها الويل تراك. ده الويل سبان أو الويل تريد أو الويل تراك بتبقى اللي هي المسافة العرضية ما بين العجلتين الخلفيتين للطيارة.
يعني عجلتين الخلفيتين دول المسافة ما بينهم اللي هي دي الويل تريد، هي دي المسافة، المسافة العرضية ما بين العجلتين الخلفيتين، وبتأثر طبعا على المكونات على أبعاد الإير سايت، يعني بتأثر على عرض الرانوي وبتأثر على عرض التاكسي واي وبتأثر على عرض الإبرون. فده مكون من المكونات المهمة اللي هو الويل تريد. فالويل تريد أهو اللي هو المسافة العرضية ما بين العجلتين الخلفيتين. فالفرق ما بين الويل بيز، ويل بيز اللي هي مسافة طولية، ويل سبان دي مسافة عرضية، وطبعا بيأثروا على مكونات الاير سايت. ده تالت مكون من مكونات الاير كاركترستكس اللي هي خصائص الطيارة، وعرفنا ازاي بتأثر على تصميم المطار. الويل بيز زي ما قلنا مسافة طولية ما بين العجلة الأمامية والخلفية، والويل تريد المسافة العرضية ما بين العجلتين الخلفيتين. فده تالت مكون. رابع مكون هنتكلم عليه اللي هو وزن الطيار، اللي هو مساوية الدوران وضغط العجل والكونفيجريشن اللي هو شكل العجل. كل المكونات دي بتأثر على التصميم الإنشائي للمطار. كل المكونات دي أنجل، أول مكون اللي هو زاوية الدوران، زاوية الدوران اللي هي زاوية دوران العجل. طبعا العجل مش بيلف بزاوية 90، بيلف بزاوية 50. الزاوية 50 دي مفضلة عشان ما يحصلش تآكل للعجل أو للبيفنج. ف50 is preferred عشان to reduce tear and pavement wear out. زاوية 50 مفضلة عشان تمنع تآكل يا إما العجل يا إما الرصيف. وطبعا زاوية الستيرنج أنجل أو زاوية الدوران بتأثر على زاوية نصف قطر الدوران للطيار. أهو زي عندنا في الشكل ده هنلاقي ان المينيمم تيرنينج راديوس او اصغر نصف قطر دوران بيتحدد على اساس زاوية الدوران اللي هي دي. فزاوية الدوران بتتحكم في نصف قطر الدوران الخاص بالطيارة، وكمان بخليها 50 عشان اقلل تآكل العجل والبيفمنت. تاني حاجة التار بريشر اللي هو ضغط العجل. ضغط العجل برضو بعمل منه تصميم البيفمنت او تصميم رصيف المطار او رانواي بيفمنت على اساس التار بريشر. ضغط العجل بيبقى في الطائرات من 150 ل 250 بي اس اي. فده ضغط العجل بيأثر على التصميم الانشائي للمطار. تالت مكون كونفيجريشن شكل العجل، بتبقى اما سنجل يعني عجلة واحدة، ديوال يعني عجلتين، ديوال تندم يعني اربع عجلات ولاسقين في بعض. فالكونفيجريشن برضو هستخدمه في التصميم الانشائي للمطار. رابع مكون هنتكلم عليه اللي هو ايركرافت ويت. ايركرافت ويت اللي هو وزن الطيارة. التلات اوزان اللي هستخدمهم في تصميم المطار، اول وزن اوبريتنج امبتي ويت اللي هو وزن الطياره وهو فارغ، بيشمل وزن الطياره هيكل الطياره نفسها والكرو اللي هو طاقم الطياره والمقاعد اللي هي السيتس. يعني بيشمل ايركرافت وكرو والسيتس، ده اللي هو اوبريتنج امبتي ويت اللي هو وزن الطياره هو فارغ. وتاني وزن اللي هو ماكسيمم تيك اوف ويت اللي هو الوزن اقصى وزن تعرضه الطياره وهي بتعمل تيك اوف، تعمل اقلاع. اقصى وزن تعرضه الطائره وهي بتعمل اقلاع طبعا بيأثر على الفلايت رينج، يعني بيأثر على مسافه الرحله. كل ما زاد الوزن كل ما مسافه الرحله زادت. فالماكسيمم تيك اوف اقصى وزن تتعرضه الطائره اثناء الاقلاع. تالت مكون ماكسيمم لاندنج ويت اللي هو اقصى وزن تتعرضه الطائره اثناء الهبوط، هو زي الماكسيمم تيك اوف ويت برضو بيأثر على
فلايت رينج يعني بيأثر على مسافة الرحلة. فدي التلات أوزان اللي هتأثر على تصميم المطار، وده رابع مكون وآخر مكون في الايركرافت كاركترستكس اللي هي خصائص الطيارة. يبقى كده انتهينا من جزئيتين في المحاضرة بتاعتنا، اللي هو انتهينا من الايربورت كومبوننت مكونات المطار، والايركرافت كاركترستكس اللي هي مكونات الطائرة، وعرفنا ازاي بستخدمهم في هندسة المطارات. يبقى كده انتهينا من المحاضرة التانية وشرحنا أول جزئيتين. المحاضرة الثالثة هنشرح الرانوي لينث وال ايربورت كلاسيكيشن اللي هو تصنيف المطار. شكرا جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.